مرحبا واهلا وسهلا فيكم مع حلقه جديده من رشا توكينج لايف. عم نكمل احنا بسلسله الحلقات اللي عم نعملها على الكورونا فيروس وكيف احنا ممكن نعمل توعيه وتثقيف وتوسيع مدارك بهذا الموضوع وبخاصه بهذا الوقت العصيب والضغوطات اللي كلياتها انصبت علينا في هذا الوقت. الحلقة الأولى حكينا فيها على السوشيال ريسبونسبيليتي اللي هي المسؤولية الاجتماعية، وحكينا كمان عن المسؤولية الأخلاقية. إذا حابين تروحوا عليه أنا ممكن أحطه بالرابط تحت كمان علشان تسمعوا هذيك الحلقة. وبالحلقة اللي بعدها حكينا على موضوع التغذية واستخدام السبلمنتس اللي هي المكملات التغذية علشان احنا نحضر حالنا بأحسن طريقة لنقدر نقوي جهاز الهضمي وجهاز المناعة تبعنا لنقي حالنا من الفيروس. المرة هاي انا هحول شوي على موضوع تاني وهو موضوع الأسرة والأولاد. الموضوع هلأ اللي بدي أحكي فيه بخص أولادنا. أنا عارفة إنه الوقت مش سهل علينا. All of a sudden كان عنا أول شيء إضرابات والأولاد كانوا يتعطلوا من المدرسة كم يوم أو يوم والتاني. هلأ الأولاد متعطلين في مقاطعة أونتاريو، وقفنا المدارس لمدة 3 أسابيع. فهيدا وقت مش سهل، الأولاد يكونوا قاعدين فيه بالبيت، الأهالي كمان ما عم بمرقوا بضغوطات كتيرة لأنه اللي بيضطر يروح على الشغل ويسيب أولاده بالبيت إذا ما عنده حدا يدير باله عليهم، ما عنده بيبي سيتر، ما عنده داي كيرز. اليوم أعلنوا كمان حالة الطوارئ في مقاطعة أونتاريو، ومعناها إنه كمان كل شيء البرايفت سيكتر، الداي كيرز، الحضانات، كل المدارس، كل شيء حيبقى مسكر لمدة 3 أسابيع. So إحنا إيش فينا ممكن نعمل بهذا الوقت؟ أنا عارفة إنه الوقت صعب، يمكن تضوجوا كتير بالأولاد ومش عارفين شو تعملوا فيهم، خاصة إنه كل الكوميونيتي سنترز مسكرة، المسابح، السينمات، ما في أي مكان الأولاد يطلعوا عليه وما في متنفس لا للأولاد ولا للأهل. So أنا بدي أحكي اليوم ب probably خليني أشوف 3 نقاط. النقطة الأولى إنه بدي أحكي على التغذية، وبس بدي أحكي عن نقطة واحدة، وإذا عملنا هاي الشغلة I think حنعمل إنجاز رهيب بهذا الوقت. هلأ عارفين إنه أحسن طريقة إنه إحنا نقاوم فيها الفيروسات والبكتيريا والأمراض إنه إحنا نقوي جهاز المناعة. أنا I'm sure إنه هالفترة لما رحتوا على المولز والجروسري ستورز والمحلات اشتريتوا كتير أشياء علشان تلهوا الأولاد فيها ويتسلوا فيها بالبيت. منها probably حتكون شوكولاتة، حتكون كيكس، حيكون سيريالز أو أي أشياء من هذا الأكل اللي إحنا ممكن نسلل ونلهي الأولاد فيه. الإشي الوحيد اللي بطلبه منكم إذا فيكم إنه تقللوا من كمية السكريات اللي أنتوا عم تعطوها للأولاد بهاي الفترة. الشغلة مش من مبدأ بس إنه بتعمل الأولاد نشطين وحركين وتضلوا يتنططوا وتخليهم يمكن هايبر، لا أنا عم بحكي هلأ من منطلق المناعة. فاللي بدنا إياه نخفف من السكريات هاي، لأنه أكل السكر إن كان لإلنا ولا إلهم، بس أنا لأنه الحلقة هاي مخصوصة على الأولاد فأنا عم بحكي على موضوع السكريات. طبعاً هيدا ممكن نضيفه على الأشياء اللي أنا حكيتها بالحلقة تاعت التغذية والأدوية الطبيعية. السكر بيقلل مناعة الجسم. البحوث لقت إنه الخلايا المناعية اللي هي بتقاوم الأمراض، الخلايا البيضاء اللي بالجسم، بعد ما ناكل السكر
بتهبط عددها لمدة ساعتين بعد ما ناكلها. فالسكر بما انه له كل الفوائد اللي مش كويسة من غير السمنة النصاحة ممكن يسوس الأسنان، عم نحكي على كتير اشياء، بس هلأ نخففها علشان نحافظ على مناعة أولادنا إنها تكون قوية. الأولاد أصلاً هم بيقدر يقاوموا كمان إذا بعد سن معينة بيقدر يقاوموا الأمراض بطريقة أكتر منا إحنا، بس إن وممكن اللي يصير إنه هن ممكن يكونوا حاملين للفيروس اللي هو carriers، but هم they're not displaying the symptoms، ما عم بيورجوا العوارض تبعت المرض. فمن هيك بيبقى سهل عليهم ان يلعبوا ويحكوا مع جدهم جدتهم مع رفقاتهم مع قرايبهم انه هم يكونوا حاملين المرض او الفيروس وما بيقدروا هم بس بنقلوا بس هن ما مرضانين فيه. وهاي الخطورة تبعت هذا الفيروس انه احنا ممكن ننقله وما بنبقى عارفين انه احنا عنا اياه. سو الله يسعدكم ويخليكم، بعينكم الله، بلا سكريات بهالوقت، وخلي لهم اياها المكافأة لبعدين بس يعملوا كويس، وبعد الايستر بتعطوهم شوية شوكولاتة وبعد ما نطلع من هالأزمة اللي احنا فيها. سو هيدي أول نقطة. النقطة الثانية بدي أحكي بس على شغلة بسيطة اللي هي تغيير الطريقة اللي بنطلع فيها على الأمور. سو mindset shifting، إنه نغير إنه إحنا بدل ما قاعدين نتزمر ومتضايقين من قعدة الأولاد وشو بدنا نعمل فيهم وين بدنا نروح فيهم والحكي هيدا كلياته، ليش ما نغير شوية الطريقة هاي اللي بنفكر فيها ونفكر إنه هذا الوقت هيك إجانا من الله من السماء إنه إحنا نقعد مع أولادنا، إنه إحنا نوطد العلاقة اللي موجودة بيننا وبين أولادنا، نقوي الروابط الأسرية. هذا الموضوع مهم كتير لأنه إحنا بهالحياة وبعجلة الحياة وسرعتها وبالتكنولوجيا وبضغوطات الحياة والشغل والدوامات الطويلة ما عم نقعد وقت كفاية مع أولادنا. وحتى لما بنقعد معهم هالساعة أو ساعتين بتلاقينا مشغولين، يا منطبخ يا مندرس يا منطلع على السوشيال ميديا يا منرد على فلان على التليفون. فعشان هيك Let's take a deep breath. روقوا يا جماعة، نهدي. إذا إحنا هاديين الأولاد بيكونوا هاديين لأنه إحنا الرول موديل تبعهم. إذا بلاقونا منعصب ومنصرخ ومنخانق وخايفين ومتوترين ومش عارفين شو بدنا نعمل بهالكورونا وبهالقعدة بالبيت، then الأولاد they pick up هاي الانرجي، بياخدوا هاي الطاقة وبصيروا يتصرفوا بنفس الطريقة. فعشان هيك خلينا ناخد هذا الوقت إنه نستفيد منه بإنه ننبسط مع أولادنا. فينا نلاقي 100 مليون شغلة نعملها بالبيت، نعلمهم مثلا طبيخ، نقعد نطبخ مع بعض، نلون مع بعض، نلعب ألعاب مع بعض. أنا عارفة إنه مش كل نهار حتعملوا هيدا الحكي، بس أتليست نقطع النهار شوية لعب شوية طبيخ شوية نوم شوية تي في إذا بدكن وشوية ألعاب، خلصنا ضاع الوقت. وبهالحالة كمان بتصيروا قويتوا العلاقة اللي بينهم. هلا بدي أروح للنقطة الثالثة والأهم من كل الحكي اللي قلته قبل هيك. ليش أنا حكيت عن النقطة الثانية اللي هي إنه نفكر بهذا الوقت إنه هو وقت نوطد العلاقة اللي بيننا وبين أولادنا. أنا إلي كم شهر بشتغل بالمدارس وأنا بشوف التحديات والصعوبات اللي عم بتقابل أولادنا بالمدارس من المراحل الابتدائية للثانوية. أنا هلأ ما عم درس بجامعة ولا عم شباب الجامعة على جنب خليهم منحكي عنهم بعدين. أنا هلأ عم بحكي عن بطبيعة شغلي بالمدارس. أنا بشتغل مع العائلات القادمة الجدد لكندا بالمدارس في منطقة مسيساغا، عم شوف قديش في تحديات وصعوبات أولادنا عم بمروا فيها. هلأ الصعوبات هاي
منها صعوبات اجتماعية، منها صعوبات السيتلمنت والقعدة ببلد جديد، منها صعوبات اللغة، في كتير صعوبات وتحديات، وممكن أحكي عليها بعدين which probably أنا I will، لأنه لازم أحكي عليها أكثر علشان الأهل يتوعوا أكثر لإيش عم بصير بالمدارس وحواليهم مع أولادهم. So البوندينج أو إنه إحنا نبني علاقة قوية مع أولادنا مهمة كتير، لأنه الأولاد لما بيطلعوا برا عم بيقضوا وقت بالمدرسة وقت طويل، وعم في ضغوطات كتير عليهم وتأثيرات من الناس اللي حواليهم، من رفقاتهم، من المجتمع اللي هم عايشين فيه. فإذا إحنا ما كانت علاقتنا فيهم قوية وكنا عاطينهم الشعور والإحساس بالأمان أول إشي، إنه يجوا ويقولوا لنا إيش هن عم بمرقوا فيه برا البيت، شو اللي عم بسمعوه بالمدرسة، شو اللي عم بسمعوه من رفقاتهم، إذا ما حسوا بهذا الشعور ما حيجوا يحكوا لنا، وهي الشغلة خطيرة كتير. فعشان هيك أنا دايما بركز على إنه إحنا ننمي العلاقة بيننا وبين أولادنا، إن نعمل علاقات قوية بينهم، نكون أصحابهم، نخاويهم، نبقى رفقات لإلهم، نسمع شو اللي هن بدهم يقولوه، لأنه هن عم بربوا بمجتمع غير اللي إحنا ربينا فيه. حتى أنا أولادي اللي ربيوا بكندا هلأ اللي عم شوفه كمان أنا بالمدارس غير لما بناتي ربيوا وخلصوا من المدارس. فعشان هيك بدنا إحنا نضلنا قراب من أولادنا، نضلنا نسمع منهم، نضلنا مش دايما هم بدهم نصيحة منا، بس بدهم يانا نسمع. يا عمي أعطوهم الأمان وقولوا لهم تعالوا احكوا، أنا بسمع لكم، وما تردوا، ما تسمع لترد، ما تسمع لتعطي نصيحة، لا، ما هذا اللي بده إياه الولد، خاصة بالتين ايجر ييرز، خاصة لما يصير يوث، خاصة لما يكبر، هو بس بده يجي يحكي وبده يفش قلبه. ما أحلى يروح لعندك كأب أو أم أو كير جيفر أو جارديان بدل ما يطلع برا ويروح يحكي مع رفقاته. فعشان هيك خلينا نكون قراب من بعض، خلينا نبني هالعلاقات القوية. واحدة من الأشياء أنا حكي بهذا الفيديو علشان هلأ الأهل قاعدين بالبيت والأولاد، وأنا متأكدة إنه هاي واحدة من الشغلات اللي حتصير هلأ بهاي الفترة، إنه الأولاد حيقعدوا يلعبوا بالإكس بوكس والجيمز وعلى الكمبيوتر أو يلتوا بالتكنولوجيا. ما في شيء غلط فيها إذا بيلعبوا كم ساعة لفترة قصيرة، فترة محددة، ما فيها مشكلة. هلأ وين المشكلة بتصير؟ لما الولد بنترك على راحته وبقعد بلعب بالساعات على الاكس بوكس والجيمز تبعونه. اللي عم شوفه هلأ بالمدارس خاصة I think هاي المشكلة، عم بحاول فكر مين أكتر من كل المدارس اللي أنا بشتغل فيها، بس هي أكتر شيء عم بشوفها بالسكندري سكولز اللي هي الثانوية. لما الولد يصير 14-15 سنة، الأولاد لما يكونوا بمرحلة عمرية أصغر من هيك لسه الأهل لهم سلطة عليهم، بيقدروا يحددوا الأوقات، يقولوا لهم فيكم تلعبوا فيكم ما تلعبوا، حقطع الإنترنت، حامل whatever الطريقة اللي الأهل عم تعملوا فيها. مش موضوعي بهذا الفيديو إنه كيف إحنا نتعامل مع الأهل as much sorry كيف نتعامل مع الأولاد as much إنه أوعي إنه إيش اللي عم بيصير برا، إيش اللي عم بمرقوا فيه أولادنا. سو واحدة من الأشياء اللي عم شوفها زي ما حكيت إنه الأولاد عم بعدوا بيلعبوا ساعات طويلة على الإكس بوكس أو الجيم بوكس تبعهم والجيمز، وعم بيلعبوا لساعات متأخرة بالليل. يعني ما عم نحكي مثلاً الولد بروح ينام بكير على 10-11، لا، بضل يمكن للوحدة 2 الصبح 3 الصبح. فاللي عم بصير بقى إنه الولد ما عم بقدر يقوم الصبح بكير على المدرسة. هلقت الولد اتأخر على المدرسة، هاي واحدة. الشغلة الثانية، الولد عم بيجي ومنه مركز، منه صاحي،
ما عارف يركز بدراسته لأنه تعبان، ما نام كفاية، بده ينام. الشغلة اللي أصعب من كل هيدا وأنقح من كل اللي حكيته، سيب إنه الولد تعبان مش نايم، ما عم بركز بدراسته، يا عمي طيب بمرق كل هالأشياء. الشغلة الوحيدة اللي ما فينا نمرقها إنه الولد بيكون كرانكي، he's having a bad day، يعني الولد بيبقى منكد ومنرفز وبصير هذا بينعكس على تصرفاته، وتصرفاته بالمدرسة مع أصحابه مع المدرسين مع النظار مع أي حدا بتصير تصرفات سلبية بدل ما تكون تصرفات إيجابية. النقطة هاي مهمة كتير اللي بحكي فيها أنا، ولازم نوعالها مزبوط، لأنه التصرفات السلبية هاي حتخلق مشاكل، حتخليه يصير الولد دايما في صراع، يا إما مع أخذ وعطى وشد شد منضله يشد، يا مع المدرسة يا إما مع الأولاد اللي بالصف. التصرفات هاي بعدين حتنعكس لقدام، ممكن تنعكس على طريقة تعامله حتى مع البرنسبل والفايس برنسبلز والجايدنس كونسلرز اللي هم الناس اللي مسؤولين بالمدرسة والستاف، والطريقة اللي برد فيها عليهم، وبالنتيجة ممكن الولد ياخذ سسبنشن اللي هو يوقفوه عن المدرسة، يا اما داخل المدرسة او برا المدرسة. واذا تكررت هاي الشغلة then الولد حيصير probably عنده suspension one day two days three days أسبوع على حسب ناظرة المدرسة أو ال vice principal شو هن بيقرروا. so شفنا إحنا هلا رحنا من مشكلة إنه الولد عم بيلعب طول الوقت على الألعاب تاعته لوين وصلت، إنه إحنا وصلنا لتصرفات سلبية، لإنه هم توقفوا عن الدراسة، وإذا توقفوا عن الدراسة وإذا انفصلوا بعدين من المدرسة ممكن ما في مدرسة تاخدهم، ما حيقدر يكملوا تعليمهم. فعم بحكي أنا إنه زي سنوبول، يعني بنبدأ بشغلة صغيرة بتدحرج تدحرج تدحرج بتكبر على الآخر لغاية ما توصل لمرحلة ما فينا إحنا نوقفها. فهاي شغلة الله يرضى عليكم. هلأ الأولاد قاعدين 3 أسابيع، I know إنه أسهل خليهم يلعبوا على الألعاب والكمبيوتر، بس خلينا نحط لها حد، خلينا نقعد نحكي مع الأولاد، نضحك نلعب، نشوف أفلام مع بعض إن شاء الله، يعني نتفرج على أفلام مع بعض لسه أسهل من هذا الحكي. اللي بينتج عن كل هذا غير التصرفات السلبية والتأثيرات كلها اللي حكيت لها عنكم، إنه ممكن الولد يصير عنده إدمان، وفي هذا إشي فعلا صحيح، إدمان على التكنولوجيا، ومش بس الأولاد، الكبار كمان عم بصير عندهم إدمان، فما بالكم بأطفال بمرحلة النمو المخ تبعهم لسه عم ينمو لغاية عمر 25 سنة، وإحنا قاعدين منحد من طريقة النمو هاد، منخليهم بضلوا متشوقين وإكسايتد من الطريق الألعاب اللي بيلعبوها. فاللي بيصير وقتها إنه الأولاد بعدين ندخل كمان بمشكلة تانية ومشكلة أصعب حلها اللي هي الإدمان على التكنولوجيا، حتأثر على الخلايا العصبية، حتأثر على طريقة تكوين الجهاز العصبي، وبعدين حتنتج عنه كمان إنه هو حيبقى إنسان عصبي، إنسان ما بيقدر يتعامل مع البشر دايركتلي لأنه متعود بس إنه يضله على التكنولوجيا. هلا أنا ما حكيت لا على وجع الرقبة ولا على الثمز والكاربل تانل، ما حكيت على أي إشي فيزيكال، طبعاً هذا الحكي كلياته I think كلياتنا منعرفه وكلنا منعرف أضراره، بس أنا بدي أحكي لكم زيادة على الأشياء اللي إحنا يمكن ما نكون واعيين لها ويمكن ما منفكر فيها، ومش لأنه عن قصد بس لأنه هي أسهل.
بده يسكت الولد، ضل ينقلك، بده يبكي لك، بده مش عارف ايش. طب خلص خدها يلا وروح العب شوي. فكأهل احنا علينا المسؤولية انه احنا نحدد لأولادنا ايش هم ممكن يعملوا وما يعملوا. احنا علينا المسؤولية انه نحط القوانين اللي مفروض الأولاد يتبعوها بالبيت. احنا علينا المسؤولية انه احنا نعرف كيف نتعامل مع أولادنا، حتى لو اضطرينا نطلع نتعلم كيف نتعامل مع الأولاد، كيف نحكي مع الأولاد، how to connect مع أولادنا. أنا كل اللي بحكي فيه إنه أهم شيء إذا إحنا قعدنا معهم وأخذنا وقت وما خلينا حالنا مشغولين بالحياة وبالأشياء التانية، وديديكيت أور تايم، يعني خلي وقتنا بس اللي بنقعد فيه مع الأولاد للأولاد. I know إنها صعبة، الله بعيننا كلنا، كلنا أهل وكلنا ربينا وكلنا بنعرف قديش صعب إنه الواحد يركز، خاصة لما يكون عنده أكثر من ولد وعنده شغل وعنده مشاكل الحياة. بس هذا واجبنا كآباء اتجاه أبنائنا، وبس إحنا نأدي واجبنا هم كمان حيأدوا واجبهم اتجاهنا. إن شاء الله يا ربي كون استفدتوا من هاي الحلقة. إذا عجبتكم please thumbs up، like it، share it، اشتركوا بالقناة، شاركوا الفيديوهات مع الأهل أو مع أصحابكم، خلينا ننشر أكثر كمية وعي وإدراك علشان نكسب أولادنا في مجتمعات الغربة واللي منربي فيها، وعلشان نبني روابط قوية بالأسرة وبالمجتمع تبعنا. إن شاء الله المرة الجاي بنحكي كمان على مواضيع تانية اللي بتخص. هلأ صح الموضوع بدأ بالكورونا، بس الموضوع اللي بحكي فيه هذا موضوع دايما لازم نعمله، مش بس هلأ لأنه قعدوا الأولاد وعشان الكورونا والحالة الطارئة اللي إحنا عم نمرق فيها. يلا الله معكم، ديروا بالكم على حالكم، على أولادكم وعلى أهلكم، وتضلوا بخير وسلامة. وأنا كمان أجين زي ما حكيت قبل هيك، كمسؤولية اجتماعية من قبل Shift to Shine إحنا قررنا إنه ندعمكم وندعم أسئلتكم، بما إنه ما فينا نطلع برا ولا فينا نتواصل على أرض الواقع، بنتواصل عن طريق السوشيال ميديا والبلاتفورمز هاي. هحط لكم الرابط تحت، اسألوا الأسئلة اللي بتحبوها وإحنا حنجاوب عليها، واللي فيه خير بقدم ربنا. الله يقدرنا كلنا على خدمة المجتمع. يلا الله معكم ومع السلامة، باي باي، وشكرا كتير، أشوفكم على خير وسلامة إن شاء الله.